السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل ان نبدأ فلا تنسوا ان تدعمونا بلايك اسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو بتحب دلال عبد العزيز ما تنساش تضغط لايك اسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع دلال عبد العزيز. ولا تنسوا ان تضغطوا اشتراك في القناة وتفعيلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد اولا باول. بعد وفاة دلال عبد العزيز، علي ربيع يحتفل بزفافه في سرية تامة. رغم حالة الحزن التي يعيشها الوسط الفني لرحيل الفنان الكبير دلال عبد العزيز، احتفل نجم مسرح مصر علي ربيع بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني. وكشف برنامج اي تي بي العربي ان الفنان علي ربيع اتم زفافه على فتاة تدعى سلسبيل محمد منذ قليل، وانه شدد على جميع الحضور بعدم الافصاح عن اي تفاصيل او نشر اي صور كي لا تتوجه له انتقادات، خاصة وانه لم يمر اكثر من يوم على وفاة دلال عبد العزيز والذي جمعه بها عمل سابق. وكان الفنان علي ربيع نعى الفنانة دلال عبد العزيز بنشر صورة لها عبر حساب الرسمي بموقع الصور والفيديو انستغرام، وعلق عليها قائلا: البقاء لله، ربنا يرحمه ويصبر أهلها. انفعال أحمد زاهر أثناء جنازة دلال عبد العزيز. حضر الفنان أحمد زاهر جنازة الفنان الراحل دلال عبد العزيز رفقة ابنتيه ملك وليلي اليوم في مسجد المشير بالتجمع الخامس. وأثناء الجنازة حاول أحد الأشخاص أن يلتقط فيديو للفنان أحمد زاهر مع ابنتيه ملك وليلي قائلا: البقاء لله يا فندم. وكان رد فعل الفنان أحمد زاهر أنه انفعل على الشخص الذي حاول أن يصوره ووضع يده على الكاميرا قائلا: بتعمل إيه بتعمل إيه. ورافق العديد من النجوم جثمان دلال إلى مثواه الأخير بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر الذي دفن بها زوجها الراحل الفنان الكبير سمير غانم. وكان من بين الحضور حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان وأحمد بدير وفتوح أحمد وشيرين وأميرة مختار ابنة الراحل رجاء الجداوية ومرفت أمير وعبير صبري وهنا الزاهد وماجد المصري وكريم فهمي وأحمد فهمي وعبد العزيز مخيونة وعمرو سعد وهاني رمزي وأشرف زكي. دلال عبد العزيز رحلت صباح السبت 7 أغسطس بعد صراع مع تبعات فيروس كورونا استمرت نحو 3 أشهر. جدير بالذكر أن الفنان دلال عبد العزيز عانت من فيروس كورونا قبل 3 أشهر تقريبا بعد إعلان تعافيها، ظلت في المستشفى تعاني من تبعات الإصابة. وكان زوجها الفنان سمير غانم مصيبة بكورونا في نفس وقت إصابتها ورحل عن عالمنا في مايو الماضي. بالفيديو رامي رضوان ينفعل ويلقي بهاتف شخص يصور قبر دلال عبد العزيز. انفعل الإعلامي رامي رضوان بعد دفن جثمان الفنانة دلال عبد العزيز على أحد الأشخاص الذي تواجد وكان يقوم بالتصوير أمام القبر، وأمسك رضوان بالهاتف وألقى به على الأرض معبرا عن استيائه من تصرفات بعض الحضور بمقابر الوفاء والأمل. ورافق جثمان دلال عبد العزيز الفنان حسن الرداد وحسام شقيق زوجها الراحل الفنان سمير غانم. وشهد مسجد المشير بالتجمع حالة من الزحام الشديد، إذ حرص على التواجد عدد كبير من نجوم الفن للمشاركة في وداع الفنانة دلال عبد العزيز وأداء صلاة الجنازة عليها. وكان من بين الحضور إسلام إبراهيم والفنانة شيرين والفنانة إلهام شاهين والمنتج أحمد السبكي والفنان محمد التاجي. هكذا نعى الوسط الفني بمصر دلال عبد العزيز. خيمت سحابة الحزن على الوسط الفني بمصر السبت بعد انتشار نبأ رحيل الفنانة دلال عبد العزيز إثر صراع مع المرض دام نحو 3 أشهر. وصرع فنانون مصريون للترحم على الراحلة دلال عبد العزيز ونعيها ودعوة الجمهور إلى الدعاء لها. ونشرت الفنانة إيمي سمير غانم صورة تجمع ولديها الراحلين دلال عبد العزيز وسمير غانم على انستغرام وكتبت: يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. وكتب الفنان حسن الرداد زوج الفنانة إيمي عبر فيسبوك قائلا: والله لا أستطيع الكتابة، لست مدرك ما حدث، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتي أم الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز أطيب خلق الله. وبدوره قال رامي رضوان زوج دنيا سمير غانم على حسابه في فيسبوك: أطيب وحن ألف الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز، لم ترغب في ترك حبيبها بمفرده وذهبت له إلى الجنة، إن لله وإن إليه راجعون، أرجوكم قراءة الفتحة والدعاء لهما. ونعت الفنان نهدي السباع الممثل الراحل وكتبت عبر انستغرام: اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك الأمين. صديقات دلال عبد العزيز يشاركنا في وداع صاحبة الواجب من مستشفى زايد التخصص الذي توفيت فيه إلى مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامسة.
حيث تقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر اليوم. وكان عدد من الفنانات المقربات من دلال قد حرصن على حضور غسل وتكفين دلال، ومن هنا صديقاتها المقربة ميرفت أمين التي انهارت ودخلت في نوبة بكاء مريرة لعلاقتها الوثيقة بالفنان الراحل لسنوات طويلة. كما توافد عدد من الفنانين والعاملين في الوسط الفنية لأداء صلاة الجنازة على الراحلة، وينتظر وصول جثمان الفنان الراحل دلال عبد العزيز إلى مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس لأداء صلاة الجنازة بعد قليل عقب صلاة الظهر. ورافق الجثمان لحظة خروجه من المستشفى دنيا وإيمي سمر غانم ابنة الراحل اللتان حرصتا على إلقاء نظرة الوداع الأخيرة في سيارة الموتى مع والدتهما وتقبيلها. كما حضر الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن ردات زوجا دنيا وإيمي سمر غانم إلى جانب عدد من الفنانين المقربين من دلال ومنهم ميرفت أمين. ويجري دفن جثمان دلال عبد العزيز عقب صلاة الجنازة في مدافن العائلة بالوفاء والأمل إلى جوار زوجها الراحل سمر غانم. لهذا السبب لم تحضر فريدة سيف النصر جنازة دلال عبد العزيز. بررت الفنانة فريدة سيف النصر سبب غيابها عن جنازة الفنان الراحل دلال عبد العزيز التي تقام الظهر اليوم من مسجد المشير بالتجمع الخامس، واستعنت فريدة سيف النصر بأدلة من الشرع لتكشف سبب عدم حضورها جنازة دلال عبد العزيز، إذ كتبت عبر حسابها على فيسبوك: للبس اللي ما بروحش جنازات أو مقابر، في حاجات لسه ما طبقناهاش والله يسامح، 30 نهيا شرعيا للنساء. وأضافت فريدة سيف النصر: نهي المرأة عن وصل شعرها، ونهي المرأة عن النوح واللطم وشق الثياب عند المصيبة، ورصدت نحو 30 دليلا شرعيا لعدم حضورها الجنازة. واختتمت: فلتحذر أخت المسلمة من الوقوع فيما نهى الله عنه، فإنه من أسباب دخول النار يوم القيامة، وعليك بالاستغفار والتوبة إذا ارتكبت معصية أو وقعت فيما نهى الله أو رسوله عنه. وتوافد المشيعون والمشاركون لتشييع جثمان الفنان الراحل دلال عبد العزيز التي يجري صلاة الجنازة عليها حاليا من مسجد المشير بالتجمع الخامس. وحضر قبل قليل الفنان القدير رشوان توفيق للمشاركة في تشييع جثمان، وحرص الفنان سمير صبري على أداء واجب العزاء ودعم ابنتيها دنيا وإيمي سمر غانم قبل صلاة الجنازة. ورافق الجثمان لحظة خروجه من المستشفى دنيا وإيمي سمر غانم اللتان حرصتا على إلقاء نظرة الوداع الأخيرة في سيارة الموتى. وكان عدد من الفنانات من المقربات من دلال حرصنا على حضور. ولا نعزان مشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات: ما هو سر انفعال رامي رضوان في جنازة ودفنة دلال عبد العزيز؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.